لمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الشيخ علي فريج رئيس مجلس الشيوخ والقبائل العربية. بعد التحية، يعني كانت الكلمات الأبرز على المنصة هي النصر أو الشهادة، ما دلالة هذه الكلمات تحديدا في هذا اليوم؟ الشيخ علي فريج، هل تسمعني بشكل جيد؟ ألو. بعد التحية، الشيخ علي فريج رئيس مجلس الشيوخ والقبائل العربية، بعد التحية هل تسمعني بشكل جيد؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني كلمة النصر أو الشهادة هي الكلمات التي كانت على خلفية المنصة لليوم، ما هي دلالات هذه الكلمات واختيارها في هذا اليوم؟ يعني طبعا الحمد لله، النهاردة الزيارة اللي بيقوم بها السيد رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد كبير من الوزراء، ده في هذا التوقيت مهم جدا. ده رسالة طبعا الدولة المصرية بتبعتها للكل، انه سيناء تظل هي محل اهتمام الدولة، لانه هي تمثل الامن القومي المصري. النهاردة طبعا الدولة بتحتفل والشيوخ بيحتفلوا بالقضاء تماما على الإرهاب اللي كان مسيطر وكان بيحاول انه يستقطع جزء من أرض مصر سيناء الغالية عشان يعمل عليها ولاية، لكن بتحالف الشيوخ واتحاد القبائل مع القوات المسلحة ومع القوات الشرطة استطاعوا الحمد لله أن يتم القضاء نهائيا على هذه العناصر الإرهابية المدعومة من الداخل أو الخارج. يعني كان هناك الكثير من الرسائل من الدكتور مصطفى مدبولي، يعني بيكفي أنه قال تحديدا أن الدولة المصرية تهتم بأن تكون تنمية سيناء بيد أبناء سيناء. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا أولا إحنا أهل سينا بنعتبر سينا مش ملك أهلها اللي عايشين بها، سينا ملك كل أسرة مصرية في وادي النيل، لأنه كل أسرة مصرية يا إما قدمت شهيد أو مصاب أو مقاتل استطاع إنه يحرر سينا من الاحتلال اللي دام حوالي 15 سنة في حرب أكتوبر المجيدة. فما انطلاق من هذا احنا بنقول انه سيناء تستطيع ان تكون هي سلة الغذاء للشعب المصري، لان سيناء تملك من الموارد والامكانيات يمكن دول كثيرة لا تملك هذه الامكانيات. عندها 5 مليون فدان صالحين للزراعة فورا، عندك بحر ابيض على النيل على الشمال، وعندك خليج العقبه وخليج السويس في الجنوب والبحر الاحمر، كل ده مصادر علاوه على الثروات المعدنيه الموجوده. الدوله النهارده في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى اهتمام بسيناء. سيناء كانت طول عمرها معزوله عن مصر، وكانت التنميه فيها تعتبر معدومه بالكامل، وهو ما تغير في آخر 8 سنوات تقريبا. نعم فندم. وهو ما تغير بشكل كلي في آخر 8 سنوات. طبعا طبعا، يعني هقول لحضرتك حاجة، احنا كنا قبل كده عشان نروح سينا نعدي المعدية نقعد 4 5 6 ساعات على المستنين المعدية، وممكن نضطر نبات ليلة كاملة على عشان نعدي قناة السويس رايحين سينا. النهارده لما تعمل النفق إسماعيلية ونفق بورسعيد، النفقين اللي عملهم السيد الرئيس ومشكورا، النهارده بنعدي سينا في 5 دقايق. يعني وده في الحقيقة هو إنهاء لعزلة سينا، لأنه كانت صعوبة الانتقال بين الشرق والغرب كانت مشكلة بالنسبة للكل يعني. فلذلك النهارده أنا شايف طبعا من تصريحات السيد رئيس الوزراء النهارده إنه يعني الدولة عملت مجهودات كبيرة جدا في مجال التنمية، وتم صرف ما يقارب 600 مليار جنيه لإعادة بناء التنمية التحتية، البنية التحتية
في معظم اتجاهات المشروعات، اذا كان تطوير ميناء العريش البحري عشان يكون اكبر ميناء موجود زي اسكندريه على البحر الابيض، او تطوير مطار العريش عشان يكون اكبر مطار موجود زيه زي مطار القاهره. ده كله بيمهد ان المنطقه تبقى منطقه استراتيجيه، وده كله في النهايه بيخدم الامن القومي المصري، وبيقف ضد كل محاولات اللي بتتم ان احنا بنوجهها دلوقتي، هو محاولات تهجير اهل غزه قصرا لكي يعيشوا او يدخلوا ارض سيناء، ويتم تصفيه القضيه الفلسطينيه عن طريق ذلك. اتفضلي. وان يتم بعد التهجير القسري تصفيه وانهاء القضيه الفلسطينيه. احنا طبعا الفلسطينيين دول اخواتنا وجيراننا، لكن لا يمكن حل قضيه فلسطين على التراب المصري. احنا بنأيد القضية الفلسطينية، وغايه مشكورا اعتبر قضية فلسطينية قضية العرب جميعا، وبالدرجة الاولى قضية مصر، لانه الامن القومي المصري مرتبط بالامن القومي الفلسطيني، لان دول جيراننا، حدودنا المشتركة بيننا وبينهم في حدود 240 كيلو، يعني حدودنا مع فلسطين المحتله من رفح شمالا الى طابة جنوبا 240 كيلو، اذا حدود طويله. فلذلك احنا لا يمكن نقبل انه يتم تهجير اهل غزه على ارض سيناء عشان يحل مشكله فلسطين على التراب المصري. ولذلك احنا كشيوخ قبائل واهل سيناء بالدرجه الاولى يمكن بنسمي موقف الرئيس المتشدد والحاسم في هذا الموضوع، لانه رفض هذا الرفض برغم الاغراءات، يعني معروض على الرئيس السيسي انه 250 مليار وانه يسددوا جميع الديون اللي على مصر عشان مصر تبقى يعني من اغنى الدول، ومع هذا امام هذه الاغراءات بالكامل رفض الرئيس السيسي مشكورا هذه الاغراءات انطلاقا من تمسكه بالتراب المصري. يعني بالفعل، وكانت زياره اندفع فيه الاف الشهداء، فالنهارده ما ارواح الشهداء كلها بتبص علينا، فلا يمكن ان احنا نضحي بحبه رمل واحده في سبيل ان احنا نحل مشكله فلسطين على حسابنا احنا. يعني بالفعل، وجاءت الزياره تحديدا من مقر الكتيبه 101 بشمال سيناء، تعطي رسالة واضحة في هذا الاتجاه. ولكن كمان كانت أيضا زيارة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تعتبر إعلان لإطلاق المرحلة الثانية من خطة تنمية شمال سيناء، وتم رصد حوالي 363 مليار جنيه لتنمية سيناء لتصبح منطقة جذب عالمي للاستثمار. أكيد طبعا يا فندم، يعني أنا أعتقد أن التوقيت المناسب لزيارة رئيس الوزراء مع الوفود الوزراء ومع أعضاء البرلمان مع القيادات الإعلامية هي رسالة، مع وجود كل شيوخ القبائل النهارده كلهم كنا موجودين في اجتماع السيد رئيس الوزراء، كل شيوخ سيناء من رفح الى وسط سيناء الى كل سيناء كانوا موجودين النهارده. ده رساله بنقول للكل وللخارج والداخل ان احنا لن نفرط برمله واحده من سيناء في سبيل اي حلول تصفي قضيه فلسطين. احنا مع فلسطين ومع المقاومه ومع، لكن في حدود الامن القومي المصري. طيب، يعني بموقفك كرئيس مجلس الشيوخ والقبائل العربيه، كيف ترى اعلان المرحله الثانيه من خطه تنميه سيناء؟ انا مش سامع صوتك، بس انا هقول لحضرتك حاجه. يعني انا طبعا سيناء ستظل مهمة جدا، وستظل لغاية ما تقوم الساعة مطمع، يعني مطمع للقوى الخارجية وبالذات إلى يعني الصهيونية، لأنهم كل نظرهم على أنه سيناء ديت وهي
هي بيعتبروها ارض الميعاد وانه رساله موسى نزلتها، لكن سيناء هي جزء لا يتجزا من الارض المصريه. واحنا كلنا حضرتك فاكره في 68 لما موسى ديان حاول انه يجمع شيوخ القبائل في مؤتمر اسمه مؤتمر الحسنه عشان هم يعلنوا تدوير سيناء، وقالوا لهم يعني وعدوهم انه مجرد ما تعلنوا تدوير سيناء هنخلي امريكا واوروبا كلها تعترف بكم كدوله مستقله عن مصر. الشيوخ اجتمعوا وقعدوا وفوضوا احد شيوخهم الكبار يتحدث باسمهم، وقالوا امام موسى ديان كان جايب كل رجال الاعلام العالميه عشان ينقل الحدث الكبير، قالوا له بالضبط سيناء مصريه ستظل مصريه، واللي عاوز يتكلم عن سيناء يتكلم مع الرئيس جمال عبد الناصر. وفشلت المحاوله وفشلت المؤامره. يعني دائما دور شيوخ وقبائل سيناء هو واحد في يعني منتهى الرباط من أجل مصر. يعني أشكرك شكرا جزيلا الشيخ علي فريج رئيس مجلس الشيوخ والقبائل العربية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.